فضيلة الشيخ، ما رأيكم بتشجيع عامة الناس على الصيام، على صيام النافلة؟ إيش؟ ما رأيكم بتشجيع عامة الناس على صيام النافلة بإقامة الفطور الجماعي؟ أرى أنه لا بأس به، لكن الأولى تركه، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يسلكون هذه الأساليب. فإذا رغب الناس في صيام النفل بالقول فهو كاف عن ترغيبهم بالفعل. نعم.